الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم بعنوان السجع، وهو من علم البديع. وعلم البديع لغة المخترع الموجد على غير مثال سابق، وهو مأخوذ من قولهم بدع الشيء وأبدعه، اخترعه لا على مثال. والبديع اصطلاحا هو علم يعرف به الوجوه والمزايا التي تزيد الكلام حسنا وطلاوة وتكسوه بهاء ورونقا بعد مطابقته لمقتضى الحال ووضوح دلالته على المراد. إذن السجع بما يحمل من نغمة إيقاعية تطرب لها النفس وتستسيغها الأذن له شروط، منها أن تكون ألفاظ العبارة مسجوعة فصيحة. والسجع لغة من قولهم سجعت الناقة إذا مدت حنينها على جهة واحدة، واصطلاحا أن تتواطأ الفصيلتان في النطر على حرف واحد فيحدث النغم الموسيقي. جاء في المعجم الوسيط السجع الكلام المقفى غير الموزون، والجمع أسجاع وسجوع. وقال ابن جني سمي سجعا لاشتباه أواخره وتناسب فواصله، والفاصلة هي الكلمة الأخيرة في كل فقرة، وينطق بها ساكنة عند الوقف. شروطه: السجع بما يحمل من نغمة إيقاعية تطرب لها النفس وتستسغها الأذن له شروط، منها أن تكون ألفاظ العبارة مسجوعة فصيحة، وأن تكون الألفاظ تابعة للمعنى، وأن تكون الفقرة الثانية من السجع حاملة معنى جديدا غير الذي حملته الفقرة الأولى، وأن لا يزيد عدد الفقر المنتهية بإيقاع واحد عن سجعتين أو ثلاث، أن يوقف على نهاية كل فقرة بالساكن. وأفضل السجع ما تساوت فقره، نحو قوله تعالى في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، ثم ما طالت فقرته الثانية أو الثالثة، نحو قوله تعالى النار ذات الوقود إذ هم عليها وعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ولا يحسن السجع إلا إذا كان رصين التركيب سليما من التكلف خاليا من التكرار في غير فائدة، كما لا يحسن إلا إذا كانت المفردات رشيقة والألفاظ خدم المعاني ودلت كل من القرينتين على معنى غير ما دلت عليه الأخرى، وحينئذ يكون حلية ظاهرة في الكلام. والسجع موطنه النظر، وقد يجيء في الشعر كقول أبي تمام تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتغب في الله مرتقب. فالشطر الأول محتوى على سجعتين مبنيتين على الميم، والثاني
محتو على سجعتين مبنيتين على الباب. نلاحظ في البيت تدبير معتصم، هنا كلمة معتصم منتهية بالميم، بالله منتقم. هذا في الشطر الأول. عندنا السجعة منتهية بالميم، منتقم لله مرتغب، في الله مرتقب. مرتغب هنا معنى الكلمة انتهت بالباء، والكلمة الأخيرة كذلك انتهت بالباء، مرتقب مرتغب مرتقب. إذن في الشطر الأول احتوى على سجعتين مبنيتين على الميم، والشطر الثاني احتوى على سجعتين مبنيتين على الباء. إذن فقلنا السجع موطنه النثر، وقد نجد السجع في الشعر كما ورد في قول أبي تمام. الآن أقسام السجع. للسجع ثلاثة أقسام. النوع الأول أو القسم الأول هو السجع المتوازي، هو ما كان الاتفاق فيه في الكلمتين الأخيرتين فقط، واتفقت أعجاز فواصله في عدد الحروف والوزن والروي، كقوله تعالى: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. ولاحظ هنا كلمة مرفوعة وكلمة موضوعة، قلنا الكلمتان فهما متفقتان في عدد الحروف. نلاحظ هنا كلمة مرفوعة تتكون من ستة حروف، رقم واحد الميم، الراء، الفاء، الواو، العين، والتاء. إذن وكذلك موضوعة فهي متكونة من ستة حروف. والوزن مرفوعة موضوعة، إذا وزننا على وزن مفعولة، مرفوعة مفعولة، موضوعة مفعولة، إذن نفس الوزن. والروي كما نشاهد ونرى هنا عندنا مرفوعة موضوعة، إذن هنا عندنا العين والتاء، وعند النطق بالكلمة ننطق التاء ننطقها نقول مرفوعة موضوعة، إذن فنفس الروي. إذن فهذا السجع نسميه السجع المتوازي لأن الفصيلتين اتفقتا في عدد الحروف وفي الوزن وفي الروي. إذن وعندنا كذلك كقوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. إذن عندنا هوى ثلاث حروف وغوى ثلاث حروف، وكذلك الوزن هوى غوى، والراوي كذلك الواو هنا هوى غوى. إذن فهذا هذا النوع من السجع نسميه السجع المتوازي، وكما تلاحظون فيه توافق في عدد الحروف وفي الوزن وفي الروي. عندنا مثال آخر كقوله تعالى: النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. إذن لاحظوا عندنا كلمة قعود وشهود، نفس عدد الحروف، واحد اثنين ثلاثة أربع حروف، ونفس الوزن شهود وعود، وانتهت كذلك بالدال الذي هو الراوي. إذن هنا هذا كذلك نسميه السجع المتوازي. وكقوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. لاحظوا عندنا الإيمان الميزان، نفس عدد الحروف ونفس الوزن ونفس الراوي، الإيمان الميزان. ومثل قولهم:
الحر إذا وعد وفى، وإذا أعان كفى، وإذا ملك عفى. إذن هنا عندنا الفعل هنا وفى كفى عفى، إذن نفس الوزن ونفس عدد الحروف ونفس الرب. إذن فهذه أمثلة أو شواهد من السجع المتنفسي. الآن عندنا النوع الثاني وهو السجن المطرف، هو ما اتفقت أعجاز فواصله في الروي فقط، أي في الحرف الأخير، واختلفت في عددها ووزنها، كقوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. إذ هنا عندنا كلمتان، وقارا وأطوارا. إذ هنا وقارا وأطوارا اختلفت في عدد الحروف، وقارا تلاحظون وقارا وأطوارا، وكذلك في الوزن، ولكن اتفقت في الراوي وهو حرف الراء هنا، وقارا أطوارا. إذن هذا نسميه السجع المطرف، ويختلف عن السجع المتوازي الذي رأيناه من قبل. إذن فهنا الاتفاق يكون في حرف الراوي فقط. إذن وعدنا رعاية الفاصلة، ورعاية للفاصلة أو السجع أو للنغمة الإيقاعية للآيات قد تحدث بعض، ورعاية للفاصلة أو السجع أو للنغمة الإيقاعية للآيات قد تحذف بعض عناصر الجملة، كحذف المفعول أي مفعول به في سورة الضحى. قال تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هنا قال هنا إذن لاحظ هنا ما ودعك ربك وما قال، أي الأصل هنا وما قالاك، ولكن مراعاة للنغمة الإيقاعية إذن حذفت الكاف. إذن الأصل وما قالاك، فحذفت الكاف، والمعنى ما أبغضك وما هجرك، أي الله سبحانه وتعالى ما ودعك وما قالك. والمعنى هنا الخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم: الضحى والليل إذا سجى ما ودعك، أي من الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، وما قالك أي ما أبغضك وما هجرك. إذن حذفت هذه الكاف التي هي في محل نصب مفعول به، حذفت الكاف من أجل السجع أو للنغمة الإيقاعية، إذن لكي هناك تناسب بين سجى وقال. الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال، إذن فهذه كذلك غرض من أغراض السجع، وهو معنى أن الحذف حذف بعض الحروف أو بعض الضمائر أو حتى كلمات، معنى لكي يقدم أو يؤخر في بعضها لكي تستقيم النغمة الموسيقية. عندنا الثالث وهو ما يسمى بالسجع المرصع، هو ما كان فيه ألفاظ إحدى الفقرتين كلها أو أكثرها مثل ما يقابلها من الفقرة الأخرى وزنا وتقفية، كقول الحريري: هو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. نلاحظ هنا الكلمات موجودة في الجملة الأولى والكلمات في الجملة الثانية. إذن هنا عندنا هو يطبع، يقابلها أنا يطبع الأسجاع، يقابلها يقرع، يطبع يقرع الأسجاع، يقابلها الأسماع، جواهر يقابلها زواجر، لفظه وعظه. إذن هو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه،
إذن الجملة الأولى متكونة من كلمات، وهذه الكلمات تشبه الكلمات أو ما يقابلها من الكلمات. هناك الفقرة الأولى والفقرة الثانية، والفاصلة الأولى والفاصلة الثانية، هناك تشابه في الكلمات من حيث الوزن والتقفية كذلك. يطبع الأزجاء بجواهر لفظه، ويقرع الأسماع الأسماع بزواجر وعظه. إذن هذا نسميه السجر المرصع. هناك ملاحظة أو تنبيهات. يرى بعض العلماء ومنهم الباقلاني وابن الأثير كراهية إطلاق السجر على القرآن الكريم، أي ما يرد في القرآن الكريم فيه كراهية أو كراهة، معنى أن نسميه سجر. لماذا؟ لأن في السجر لأنه نوع من الكلام يعتمد فيه، أو معنى يعتمد الصنعة، ويعتمد الصنعة وقل ما يخلو من التكلف. إذن هذا الكلام يعتمد الصنعة وقل ما يخلو من التكلف والتأسف، إلى أنه مأخوذ من سجع الحمام وهو هدره، وإنما يقال في مثل ذلك فواصل، أخذا من قوله تعالى كتاب فصلت آياته. ولماذا قالوا نسميه فواصل ولا نسميه سجع؟ لكي نفرق بين كلام البشر وكلام الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. إذن الله سبحانه وتعالى يقول كتاب فصلت آياته، ولم يذكر كلمات هنا السجع. إذن فلهذا معنى هؤلاء العلماء فرقوا بين ما ورد من في القرآن من فواصل، وبين ما ورد في كلام الناس في كلام البشر من سجع، لأن السجع بمعنى عند البشر وعند الكتاب فإن يكون فيه التكلف ويعتمد الصنعة، لأن الكاتب يتعمد أن يأتي بالسجع حتى يكون هناك موسيقى. ولكن قلنا من قبل يجب أن تكون الأسجع مقبولة، أي فيها تحمل معنى لا يكون فيها التكلف. إذن السجع الذي يكون فيه تكلف لا يكون مقبولا. إذن السجع هو الذي يأتي هكذا بدون تكلف، يكون معنى يكون فيه موسيقى ويكون فيه جمال وفيه معنى كذلك مقبول. لا ننتهي إلى الخلاصة، فنقول السجع اصطلاحا هو تواطؤ الفاصلتين في النثر على حرف واحد فيحدث النغم الموسيقي. ومن شروطه أن تكون ألفاظ العبارة المسجوعة فصيحة، وأن تكون الألفاظ تابعة للمعنى. إذن كما قلنا ألفاظ العبارة المسجوعة تكون فصيحة وتكون الألفاظ تابعة للمعنى. إذن ليس معنى الألفاظ تابعة للمعنى وليس العكس، ليس المعنى هو الذي يتبع اللفظ. إذن وهذا هو السجع المقبول. وله ثلاث أقسام، هي السجع المتوازي وهو ما كان الاتفاق فيه في الكلمتين الأخيرتين فقط. إذن واتفقت أعجاز فواصله في عدد الحروف والوزن، والوزن وكذلك قلنا الراوي. السجع المطرف وهو ما اتفقت أعجاز فواصله في الراوي فقط، أي في الحرف الأخير واختلفت في عددها ووزنها. المرصع وهو ما كان فيه ألفاظ إحدى الفقرتين كلها أو أكثرها مثل ما يقابلها من الفقرة الأخرى وزنا وتخفية. وبهذا نكون قد انتهينا من موضوع السجن. فشكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وبالتوفيق إن شاء الله.